بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكر الجسم الصحفي بمدينه طنجه جميعا على تلبيه الدعوه اللي جات من الندوه الصحفيه لتقديم المدرب. الندوه الصحفيه هذه ندوه بسيطه كتخص المدرب الجديد ديال وداد طنجه ومساعد المدرب للمكتب المسير وضع الثقه في ابن الفريق سي عمر الوهابي بمساعدة السي يوسف الوهابي مدرب الصغار الموسم الماضي للإشراف على الإدارة التقنية للفريق اللي كتنتظروا استحقاقات كبيرة السنة هذه، من أولا تجهيز فريق قوي، تجهيز فريق تنافسي من أبناء المدينة، من العنصر المحلي لإعادة الاعتبار العنصر المحلي وتشريف مدينة طنجة أحسن تمثيل إن شاء الله. على اساس اننا نوضع الفريق هذا في الطريق الصحيح. كذلك نشكر جميع الاخوان اللي ساهموا في مشروع ديال وداد طنجة منذ الهزوغ فجر ديالو في قسم الهوات، كاع المسؤولين الاداريين اللعابه رؤساء، كذلك الفاعلين اللي عملوا من قريب او من بعيد كنعرف المعاناه ديال الفريق خصوصا الماديه. تقنيا كتبقى اصعب عام عاشته الفرقه هو هذا العام، هذا انها كانت بين قوسين انها قريبه من النزول الى قسم الشرفي. الحمد لله تضارف الجهود ديال الاخوان تم الحفاظ على ثاني فريق مدينة طنجة. المجيء ديالي لوداد طنجة اللي كما كيعرف الجميع انها الدار ديالي، تربينا فيها، كبرنا فيها، عرفنا خبايا كرة القدم من قريب ولا من بعيد. كذلك هذه فرصة بالنسبة لي كنسطر جوج ديال الاسطر انها مسؤولية على العاتق ديالي، وان شاء الله كنوعد الساكنة الطنجاوية فريق محلي منسجم قوي طموح يرفع السقف ديال الطموح ديال الساكنة. كذلك كاين تطرحوا عليا أسئلة على أساس أن واش الصعود أهم حاجة بالنسبة لنا مع الإدارة، كانت البنود ديال هو ان البقاء باريحيه، ولكن لما لا المضي قدما الى الامام. كنشكر الحضور اليوم بجانب التقدير، شكر خاص كنوعدكم البدايه ديالي على انه ان شاء الله يكون فريق محلي. كذلك الباب مفتوح جميع اللعابه المحليين لإفراز وكذا ظهور بشكل قوي، إفراغ جميع الطاقة ديالو في هذا الفريق هذا، واللي كيكون محطة إلى فرق أخرى. مثلا إذا جينا ننظروا على اتحاد طنجة، راه ضروري تكون عندك مقابلات رسمية في فريق ما، خصوصا قسم الهوات ولا قسم الألف هوات ولا قسم